بسؤال عن تحديد قطاع النقل للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير. نسألكم الاستراتيجية المعتمدة لتحديد قطاع النقل ببلادنا، وشكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب المحترمون، بداية أشكركم السيد النائب المحترم على الاهتمام الذي تولونه لقطاع النقل، ولقد حظي هذا القطاع منذ سنوات عديدة باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين إنجاز استثمارات هامة في مجال البنية التحتية للنقل، وأيضا مباشرة إصلاحات هامة في أنماطه، وكذا بلورت استراتيجية طموحة من أجل النهوض بقطاع اللوجستيك. ورغم التقدم الذي تم تحقيقه، لا تزال عندنا عدة مشاكل مطروحة. على سبيل المثال، لا زال قطاع النقل الطرقي البضائع يعاني من مشاكل هيكلية ومن ضعف تأهيل الفاعلين فيه وهشاشة الوضعية الاجتماعية للعاملين به، مما يحد من نجاعته. من جهة أخرى، لقد أثرت الأزمة الصحية بقوة على أنشطة نقل المسافرين بكل أنماطه، وتسببت في تراجع التوازنات المالية للفاعلين فيه. ومن أجل معالجة هذه الإشكالات، سيرتكز عمل الوزارة انطلاقا من السنة المقبلة إن شاء الله على الأولويات والتوجهات التالية. أولا، إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين، وذلك بتكثيف الحوار من أجل مواكبة الفاعلين في القطاع. ثانيا، دعم الحكمة الجيدة في قطاعي النقل واللوجستيك ببلادنا. ثالثا، تحيين الاستراتيجيات القطاعية في ظل انعكاسات الأزمة الصحية، وإعطائها دينامية جديدة من أجل الرفع من التنافسية، تجويد الخدمات وجلب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل. رابعا، تسريع وثيرة تهيئة المحطات اللوجستيكية تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية. وخامسا وأخيرا، وضع التصور من أجل تحقيق الانتقال الرقمي في القطاع. شكرا. شكرا سيد.